عليها. كلمة أخيرة للجمهور ديالك وللفان ديالك دابا اللي ولاو في العالم، اش هي الكلمة اللي بغيتي تقول لهم وبغيتك تختمها لهم بالتحية اللي تيبغيو هما وعلاش كتبوك؟ شرف لي انكم حضرتوا لهذا الانترفيو، تبارك الله عليكم كلكم وتنحبكم كلكم وتنتمنى ديما تنتمنى الخير لاي واحد، اي انسان، اي انسان طموح تفكر انه يمشي بعيد في الحياه ديالو، المسيره الفنيه او اي مسيره او اي مجال يمشي فيه، تنتمنى ليه الخير والتوفيق. النقطه الكبيره انا اللي تنركز عليها بزاف، انا تنتمنى ان الحب يجمع بيناتنا ويجمع بين الفنانين كلهم، يجمعنا بين الحب وتكون كلمة الحق، ما تكونش فيها شي لغة ديال النفاق وهذاك، تكون في كلمة الحق. هذا البوز هذا تنتمنى انه يعجبكم اللي دار في العالم وعجب العالم ديال مياو مياو. صراحة ما كنتش متوقع انه يوقع هذا البوز هذا الخيالي صراحة. تنتمنى ان يكون خفيف الظل عليكم وتبارك الله عليكم، وانتظروا الجديد ديالي لانه غتكون واحد الاغنيه مغربيه اللي هي من تراثنا المغربي اللي تنفتخروا بالتراث ديالنا المغربي، وتكون بواحد الصيحه اللي زوينه ومودرن، شي حاجه زوينه وفيها فيها فيها واحد الرساله اللي نبيله وفيها واحد الكلمات اللي زوينين من التراث ديالنا. تنتمنى ان تعجبكم بزاف.